ايه ده؟ من النهارده عنده اول يوم مدرسه. مين هيروح المدرسه؟ طب خلي بلوفي صحي. صحيح يا فلاف، صباح الخير. السوسة كمان، صباح الخير. استنى يعني قلت فلافي مش مهم ليه، اصلي حلمت حلمي حلم. حلمتي بحلم برضو؟ كل سنة بنحلم بحلم. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. نسيت شو تقولي. انا صاحية بايه؟ حلمتي صاحية بايه؟ بقطط، يعني بصوت جاية ايوه، انا صحيت ازاي؟ عمالة تنولو في ودني. طب حلمتي بايه؟ الحلم زي فيلم رعب كده بالظبط، فيلم رعب. وكنت عايزة اندهلك. طب مين هيروح المدرسة؟ مفيش رعب، مفيش رعب في مدرسة. دي بعدها خبر رعب اصلا. تاخدوا معاكم فلافي المدرسة؟ طقوس الشنطة، طب يلا نقوم بقى ولا ايه؟ بصيت صوركها بتي بتي نتي يا جودي، متحمسة لأول يوم مدرسة؟ ايه؟ ايه؟ ما تمسحيها عشان اكل ولا اقول المدرسة. الله أول يوم يرحمه. مدرسة، الله يرحمني. بنت باين عليها متحمسة جدا. يلا اصحي بقى يا كوكي، يلا 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 يلا. متحمسين للمدرسة ولا؟ واضح الحماس، واضح الحماس. الله يرحمه. بص يا جماعة، هو موضوع المذاكرة كده كده بدأ أدرس، فما عنديش مشكلة فيه. موضوع بقى الشنط 1 2 3 مش عارفة ايه، لا ظهري هيتقطم معلش. كارما كمان انا عرفت ان فصلها فوق في الدور التالت. لا هو انا فصلي اخر دور كارما في المبنى كله، ايه في كوكي، المبنى كله، وانت كمان فصلك؟ انا مش اخر دور في كنت المبنى، موعودين بالفصول في اللي المبنى. فصل التالت. ايه كوكي، مبسوط ولا مش مبسوط؟ خلاص بقى، انت صحيتي، مفيش حلم. ده لبس جودي وده بنطلون جودي. وده لبس كارما، ده بنطلون كارما. جيلي عندها توكتي، جيلي عندها توكتي. ايوه، جودي واخده توكة كارما، وكارما واخده توكة جودي. هو التوك قلنا ان احنا هنبدل، وده اللانش المفروض بوكس، نبدل. ده اللانش بس بوكس انا بتاع هنزلها الكبيرة. توكات يا جماعه. التوكه دي انا واحده عزيزه على قلبي، واحده عزيزه على قلبي، اسمها ايه طيب؟ هربانه حبيبتي. نيفو، نيفو صاحبة جودي، هي كانت جايبه لها التوكة دي هدية. القطه دي هتبوظ لنا الدنيا. سيبيها سيبيها، هتاخدوا من اللانش هي بوكس، فاكرة ان ده اكل. هناكل ودي الاكل مع ودي شنطة جودي، يعني دي المفروض تبقى انها هي التانية. شايفه الطوله قدام. انتي حاطة فيها ايه يا جودي؟ أكد أكد حطيت ايه الفروسة، ايه دي؟ فروسة إنجليزي وفروسة صغننة عشان المدرسين هيقتلوني. بس انا حاسة انها تقيلة قوي. طيب انت بقى جواها كمان اللانش بوكس اللي هي بتاع اللانش باك، لانش بال، جواها من هنا حاجة، انا جواها هفتح من هنا واكتشف. كده شنطة. ودي لا شنطة خلاص، كوكي. بص، وده لانش باك، والبنت كتير جوه، ودي عشان حصل عشان الفلوس، واخدة كل اقلام البيت كمان، فهي ممكن تكون متقلة. تروحي المدرسة ولا ايه؟ بس وتقولي يا انت جماعة، دايت لو كده رايح ماشية المدرسة الدورة. وده مناديل. بس يا جماعة وده مناديل، بقى المعقول. انا عايزة اروح المدرسة. يا رب. اعمل الحاجات دي اللي في واحدة بقى احنا هنبدأها من دلوقتي. طيب دي ودي، وكان في واحدة وقعت منهم على فكرة. كوكي برضو. لا اللي عليها فين يا كوكي اللي هي التانية الجديدة؟ اللي هي The star. اي بصوا بقى، بنت نصرة شكلها حلوة، البنات. بس انا عاجبني ده عشان هتلاقيه على الهيوم بتاعت المدرسة. وجو وكارما دي برضه لايقة على شنطتها.
شايفين الدماغ دي الجريمه بقى، الجريمه. شاب الاستاذه كرم ما كانتش عايزه بطاطا، طلبت باربيكيو ماما قالت لي لا، قلت برضه اعمل اللي في دماغي واحط كله. ماشي بس عشان اول يوم العيد بقى، اول يوم المدرسه بعد كده لا. A few inches later. باي. في حماس شديد. روبي على الحماس. يلا. ورجعنا البيت بعد ما وصلنا البنات، طبعا زي ما انتم شايفين كده او زي ما شفتوا، كرم ما كانتش مبسوطه ان هي رايحه المدرسه. يا رب اليوم يبقى حلو كده وترجع مبسوطه وتقول لي انها عايزه تروح تاني. دلوقتي بقى طبعا كل الامهات في اول يوم دراسه بيبقوا مش نايمين، ونرجع بسرعه نخلص اكل بسرعه قبل ما البنات يطلعوا من المدرسه. النهارده هم قالوا عايزين رز وملوخيه وفراخ، خلينا نعمل الاكل بسرعه قبل ما يرجع. يدوب بقى الحق اجيبهم من المدرسه، يكون محمد برضو جيبني الشغل، طلبوا يجيبني المدرسه، محمد جيبني الشغل، ونتغدى كلنا مع بعض. يلا خليكم معانا. ايه جودي، كان يوم حلو ولا لا؟ اه كان يوم حلو بجد. اه دي ايه، كان يوم حلو ولا لا بجد؟ الحمد لله. ايه بقى، يلا كل واحده تقول لي عملت ايه النهارده في المدرسه، واليوم كان حلو ولا مش حلو؟ كان حلو. عايزه اقول لكم ان كارما النهارده راجعه بطنها وجعاها. اه وعندها نزله معويه. ده الحاجات دي يا كارما انت جايباها من المدرسه؟ اه دي انا جبتها لها ودي جابتها. على فكره بصوا الحاجات دي بجد هي دي اللي بتبوظ بطن العيال. دي ده المفروض ده البان، ده البان ريحتها حلوه قوي. هي سلام خلصت التنين دول، والله العظيم راجعه بطنها بايظه يا جماعه. بص يا جماعه ودي برضو نفس الكلام، بس انا كنت خمسه. افتحي بقى كده اللانش بوكس ده. ايوه افتحي تفرحيهم. الاكل ما اتاكلش، وقعدنا ناكل الحاجات دي وبطننا واه. انا جبت الساندوتش اللي كانت لسه بقى فيها بطاطس. لا بس عايزه اقول لك حاجه، امبارح انا رحت المدرسه اول يوم ليا، بس جيم ما راحتش، بس انا اكلت كل الاكل امبارح. طب وما النهارده ليه ما كناش كل اكلنا؟ الحصات كلها كانت عملت ايه ورا بعض، والبريك المسال بتقول ما حدش ياكل. اوف وين البريك يا كارما؟ ميس قالت ما حدش ياكل بذمتك؟ لا لما كان في بي اي، بعد البي اي في البريك بقى. البريك بس انا قعدت 5 ثواني بالظبط، يعني احنا اصل كارما جرينا ورحنا. يلا كلاك قولي الاخير. جودي بقى خلصت اكلها، انت بطنك وجعك انت كمان يا جودي. بص يا جماعه، كان في والله كان في مستر تحت ماسك خالص قد كده وقاعد بينظم في الارض بقاله من اليوم اللي يعني هو قاعد كده ينظم خالص عشان يعمل شكل علم مصر. انت عملتي شكل علم، وكارما كمان على فكره في البي اي عملوا علم. هم اللي كانوا عاملينه اصلا. انا قصدي فصلك وفصلها. ايوه مش انا ما عملتش عالم، هو المستر هو اللي كان بيعمل العيال الصغننه. فالمهم هم عمل، هو قاعد يعملوا في ساعتين، جم بقى اول ما نزلنا البريك احنا قمنا نزلنا صوتناهم كلهم، البتاع باظ. يعني انا ما اعرفش احنا كنا بننزل ضيعتوا تعب الراجل بنجري. هو الراجل طبعا كان لسه ما كملش على مصر، كان لسه رايح يجيب خلاص تاني، كان بس عمل احمر. عمل فيكوا ايه بقى بعد ما بوظتوه؟ ولا فرحنا اصلا، ده كان في عيال كتير احنا ما بوظناش قصدينا، احنا نزلنا كده. طب قعدت جنب مين في الفصل يا جودي؟ بنت اسمها شهد. ونزلتي البريك مع مين؟ هديل. وانتي يا كارما قعدتي جنب مين في الفصل؟ لانا. لانا ونزلتي البريك مع مين؟ لانا برضه. لانا طيبه لطيفه. بص يا ماما انا كنت بقعد مع ناس متنوعه، شويه جنب دي، شويه جنب فريده، شويه جنب فريده الثانيه، احنا فصلنا كله فريده. بص يا جماعه انا عندي برده بنت اسمها حنين. دي بتلعبي معاها ولا لا حنين؟ بلعب معاها. بجد؟ طب كويس، يعني كل حاجه كانت حلوه باستثناء بس ان احنا كلنا حلويات كتير قوي يا كوكي، بطننا وجعتنا. انا ما كنتش حلويات كتير. ما انت كلتي ايه يا جودي؟ جبتي ايه في المدرسه؟ شيبسي وتوت. لا كيك. وانا كنت البتاعه دي والله انا شاكه ان الحاجات دي هي دي اللي بوظت التوفي. هي التوفي دي هسال الامهات بقى اشوف التوفي ده ممكن. والله هسال بقيه زمايل الكارما. بس التوفي كان طعمه غريب قوي. طيب انا والله خايفه يكون الكارما قديم. والله بطنها باظت يا جدعان، رجعت يعني اعزكم الله كده بطنها بايظه.
انا فهنا بقى يشربوا ليمون لان لغاية ما اخدتها نعمل وقمت الغدا. ادفعها وطعمها وحش. بجد؟ قصدي انا اللي جايبها كارما، فكنت بدوقها انا وهدي صاحبي عشان نعرف كارما ده كله، فخدنا كده قطعتين صغننين، كلت واحده قمت مدفعه على طول، كان طعمها وحش. ماشي يلا اشربوا بقى الحاجة الدافية دي. انا عاملة يلا لهم شفنا ليمون طبختنا معانا. ايه؟ طبختنا 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 طب ماشي طبخين يلا.